السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة أستاذ الزبري صابيت كوين. إن شاء الله غادي نشوف هذه الدرس ديال الدوال والنهايات، وهذا درس جديد جاء فيه التوصيف ديال 2022. الإخوة اللي معنا في جروب في الدورة التكوين غادي نصيفطو مع السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة أستاذ الزبري صابيت كوين. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، الله يسهل عليكم إن شاء الله تكونوا ناجحين في مبارك التعليم. غادي نشوف واحد الدرس جديد الدوال والنهايات، وهذا الدرس هذا جا به التوصيف ديال 2022، واخا راه زعما راه بالنسبة للنيفو ديال الابتدائي المترشح الابتدائي ما خصهمش يتحطوا بحال هاد المواضيع، ولكن ما عرفش علاش حطوها. دونك قبل ما نطول عليكم غادي نشوف ان شاء الله في هذا الدرس هذا الدوال، انواع ديال الدوال كما جاو في التوصيف، وكذلك غادي نشوفوا حتى هاد النهايات، يعني النهايات ديال الدوال كنقصدوا بهم ليليميل. غادي نحاول في هذا الفيديو نعطيكم كتبسيط جدا، لان ما يمكنش يفوتوا معكم واحد النيفو ديال الدول، لان هادشي راه ديال التخصص، هما اللي كيكونوا غادي ديتايو مزيان. دونك غادي نشوف معكم غير يعني اشياء سطحيه وصافي. غادي نشوف ان شاء الله انواع الدوال، وحتى هاد اللي قلت لك القضيه اللي غادي الطريقه اللي كنخدموا بها هو الطريقه ديال الكيو سي ام، ماشي اننا غادي نخدم معكم الدرس بالصيغه ديال الكيو سي ام، يعني شنو يمكن لي يسولك في هذا الدرس هذا الا حط لك كيو سي ام، ماشي موضوع تحليلي يقول لك بحال مثلا بيين ولا دونك هادو راه الا جينا نديرو هذا راه ما غاديش نساليو. دونك كيو سي ام اشنو كيتحط فيه؟ غادي نشوفو بالنسبه للدواء. عندنا اربعه ديال الانواع ديال الدواء اللي هما عامه كيكونوا، عندنا الداله الخطيه والداله كنرمز لها باف دو اكس، كنرمز لها باف دو اكس. دونك الداله الخطيه عندها هذا العام، الصيغه العامه ديالها هو ا اكس، اف دو اكس كتساوي ا اكس، و ا واحد العدد الذي كيخالفنا حنايا صفر، صافي كما بغى يكون. دونك ا اكس مثلا اف دو اكس كتساوي 3 اكس، اف دو اكس كتساوي 4 اكس، اف دو اكس كتساوي 5 اكس، ناقص اكس، ناقص 10 اكس، ناقص 3 على 2 اكس، ناقص 2 اوس ان اكس. دونك هادو كامل هاد دوال خطيه، هادو دوال خطيه. الداله الخطيه باش كتميز في التمثيل ديالها، ربما يعطيكم التمثيل مثلا هاد التمثيل المبياني ويقول لك ما هو نوع الداله، الداله التي تمثيلها الموحل المبياني هو على الشكل التالي، ما هو نوعه، واش داله خطيه ولا تعرفيه. دونك اللي تعرفوا ان الداله الخطيه دائما تمر من مركز المعلم، دائما الداله الخطيه تمر دائما من مركز المعلم، دائما معقلوا عليه، دائما كتمرنا من او من هنايا، هذه داله خطيه، صافي هذه داله خطيه. اف دو اكس كتساوي لنا ا اكس. غادي نشوفوا دابا الداله التالفيه. الداله التالفيه كتشبه قليلا الداله الخطيه، ولكن عندي هنا اف دو اكس كتساوي ا اكس زائد بي، يعني هنا زايده على الداله الخطيه بواحد العدد، وهذا بي خص يكون كيخالف صفر، لانه الا كان كيساوينا بصفر راه تعطيني داله خطيه. اذا نقدروا نقول ان الداله الخطيه هي حاله خاصه ديال الداله التالفيه عندما تكون بي كتساوي صفر، حيث الا كانت هنا بي كتساوي صفر غتبقى لكم غير ا اكس. اذا الداله الخطيه، الداله التالفيه الشرط ديالها هو ان داك بي كيخالف صفر، صافي. اف دو اكس كتساوي لنا ا اكس زائد بي، اف دو اكس كتساوي ا اكس زائد بي. مثلا ناقص 2 اكس زائد 5 بحال اللي عطيتكم انا، هي ناقص 2 اكس زائد 5، 3 اكس زائد 4، 2 اكس ناقص 10، 3 على 2 اكس ناقص 5 على 2. دونك هادو دوال تالفيه، صافي دوال تالفيه. وباش كنرسمها راه ساهله، راه كنعوضي بكل اف دو اكس، لكل قيمه الاكس عندها واحد القيمه ديال ايكال في الاورثو، هذه هي الداله التالفيه. شحال ما كان عندك واحد القيمه ديال اكس عندها واحد القيمه مقابله ديال هذا ديال الايكال، اف دو اكس يعني كتقصد بها ايكال، وايكال كتساوي ا اكس زائد بي، راه كما شفنا هي معادله مستقيم، معادله مختصره للمستقيم. دونك هنايا كما كتشوفوا الداله التالفيه والخطيه ديما كيعطيك واحد المستقيم، شوف كيعطيك دائما مستقيم لا حدود له. دونك هذه الداله التالفيه باش كنميزها انا بالمبيان، شوف ان ما كتمرش من مركز المعلم، ما هو ما كتمرناش منها من صفر صفر، حيت الا عورت انا اف دو صفر عورتها بصفر، اف صفر تعطيني هو بي، وهادي تعقلوا عليها. الا قال لك ما هي قيمه بي انطلاقا من واحد المبيان، غتشوف غتعوض اكس بصفر ها هو صفر في ا صفر غتبقى لك بي. اذا اف صفر هنايا غنشوف هنايا فين الصفر، هي هادي
هي هذه القيمة هذه، هي هذه. أعطاك مثلا هنا واحد ولا جوج ولا ثلاثة، هذه هي القيمة ديال البي. إذا بغيت تخرج منها معامل ديال التوجيه. وكذا بالنسبة للدالة الثانية، أجي نشوف دابا الدالة المتخاطئة. الدالة المتخاطئة هي اللي كتكون على هذا الشكل هذا، اف دو اكس يكون يعني واحد العدد كسري ا اكس زائد بي زائد على سي اكس زائد دي، بحيث ان هاد ا و سي كيخالفوا النص صفر. دونك هنايا ا اكس زائد بي على سي اكس زائد دي مثال جوج اكس ناقص ثلاثة على اكس زائد سبعة. يعني دائما كيكون عندك واحد الاكس هنا الفوق و اكس لتحت. هذه هي الدالة المتخاطئة، هذه الدالة المتخاطئة. والرسم المبياني، التمثيل المبياني ديالك يكون على هذا الشكل هذا. انا عطيتك غير مثال، يقدر يكون داير اللي دايز لي هكا ولا دايز لي هكا. انا عطيتك غير مثال، بحال مثلا هو الخط احمر هاك، يا اما كاين على هذا الشكل هكا ولا هكا ولا هكا. المهم كيكون على هذا الشكل هذا الصيغه، عرفها دالة متخاطئة. الا عطاك التمثيل المبياني وقال لك شنو هو الدالة، غتقول دالة متخاطئة. دالة حدودية من الدرجة الثانية، صافي. دالة حدودية من الدرجة الثانية هي هذه اللي عطاكم انتما في التوصيف، هي هذه. يعني كيكون اكس او كاري، صافي، اكس او كاري. الوغ شنو هي الدالة؟ اف دو اكس تساوينا ا اكس زائد بي اكس زائد سي. هذه هي الدالة حدودية من الدرجة الثانية. من الدرجة الثالثة راه اس ثلاثة كتكون فيها. مثال اف دو اكس كتساوينا اكس كاري زائد ثلاثة اكس زائد ربعة، صافي. هذه دالة حدودية من الدرجة الثانية، ا كتخالف صفر و بي تقدر ما تخالفناش صفر. المهم كتكون عندها فيها اس اثنان، صافي. المهم كتكون عندها اس اثنان. مثال كيما قلت لكم اكس كاري زائد 3 اكس زائد 4 ولا اكس ولا اف دي اكس، بحال مثلا هادو بجوج مصافر تبقى لنا ا اكس او كاري. يعني ما تخلطوليش مع هادي، هذا راه اكس دالة خطية فيها غير هنا اكس اس واحد، يعني ما كاينش ا اكس. ولكن الدالة حدود من الدرجة الثانية تقدر تكون عندي ا اكس او كاري. شو تقدر تكون عندي ا اكس او كاري. هو هذا المثال اللي عطيتكم انا دابا هنايا، هذا مثلا راه ا اكس او كاري. دونك التمثيل المبياني ديالها اما كيكون على هذا الشكل هذا هكا كما كتشوفوا، ولا مثلا هكا ولا هكا ولا هكا. المهم كيكون الشكل ديالها بحال هكا. دونك هادو بالنسبه للاخوان التمثيلات المبيانيه، هادو التمثيل. دونك شنو هي الطريقه ديال طرح السؤال دابا اللي يقدر يطرح لك السؤال به تجيك في كيو سي ان؟ مثلا غيعطيك هاد الصيغه، يقول لك اف دو اكس كتساوي ا اكس، هي الصيغه العامه. شنو من دال اللي داله ويعطيك هاد اربعه الاختيارات، واش داله خطيه تالفيه متخاطئه وحدوديه من الدرجه الثانيه. والله يعطيك بحال مثلا اف دو اكس كتساوي ا اكس زائد بي على سي اكس زائد دي، يقول لك هاد الكتابه ولا هاد الصيغه العامه هي اللي داله. شكون الدالة الخطية ولا الدالة التألفية ولا الدالة الحدودية ولا المتخاطئة؟ يقدر ما يعطيكش ا اكس زائد بي، ولكن يقدر يعطيك بحال مثلا هكا جوج اكس ناقص ثلاثة على اكس زائد سبعة. المهم نتوما تعرفوا الصيغة العامة كيفاش كتكتب ديال هاد، تميزوا بين هاد ربعة الدوال. إلا عطيتك ربعة الدوال تعرف تميز بيناتهم، تقول لي هادي الشي هاد تقول لي السادة راه تألفية. إلا الشي هادي بحال مثلا خمسة اكس كاري ناقص 4 راه دالة حدودية من الدرجة الثانية. وكما قلت لكم هنايا راه ضروري يكون عندك اكس او كاري باش تكون عندك من الدرجة الثانية. يلاه يجعل يكون غير بوحدو هكا اكس كاري، كتكون عندك دالة حدودية من الدرجة الثانية. هذه ما تغلطاش فيها. قدر يعطيكم بحال مثلا المنحنى كما عطيتكم انا، يعطيكم هذا المنحنى يقول لك التمثيل المبياني. هذا التمثيل المبياني هو التمثيل المبياني للدالة شكون، واش الخطية ولا المتخاطئة ولا الدرجة الثانية. شو ويقدر يعطيك بحال مثلا انت التمثيل المبياني وما يقولكش اسم الدالة، يعطيك هاد الصيغ هادو اللي عندكم هنايا. شو يعطيك هاد الصيغ هادو، يعطيك بحال مثلا هادي واحد التمثيل المبياني ديال الدالة التألفية، ويعطيك الصيغة ديالها مثلا جوج اكس زائد خمسة ولا جوج اكس زائد ربعة، ويعطيك واش خمسة اكس ولا جوج اكس ناقص سبعة على اكس زائد سبعة ولا اكس كار زائد ثلاثة. دونك هنا غاتنيشن غاتجي دير له دالة التألف. وكما قلت لكم باش نميزها انا على التألفية على الخطية، الخطية كتمرنا مناش من مركز المعلم، هذا هو اللي تعقل عليه. الخطية كتمرنا من مركز المعلم، بخلاف هاد الدالة التألفية اللي ما كتمرش من مركز المعلم.
دونك هذا بين الامور اللي تقدر تحطكم كما قلت لكم. دابا خدمت معكم على اساس انها سميتو على اساس الكيو سي ام اللي غتحطكم. غنشوفوا دابا النهايات ديالهم. انا نعطيكم النهايه الدول المالوفه واحد النوال النهايه الدول مالوفه. انا بالنسبه لي اللي كانت عندكم بحال مثلا هذا الحدود ديال الدرجه الثانيه ليميت ديال اكس كاري وعقلوا عليها ملي كنقول ليميت يعني الحد ديال شحال، لان اخر عدد كنقولوا حنا عندنا ما لا نهايه من العدد. هذه هي ما لا نهايه بلس لانفيني، ما لا نهايه عندنا ما لا نهايه اذا مشيت في البوزيتيف، وموال لانفيني اذا مشيت في النيجاتيف، يعني ناقص ما لا نهايه، يعني رجعت من الصفر رجعت للله. دونك هنايا الا كان اكس كاري ليميت ديال اكس كاري يعني دائما غتعوض شنو هو الليميت ديالي، كتعوض اكس بلس لانفيني راه هو بلس لانفيني، بلس لانفيني اون جوج هو بلس لانفيني. هنايا الا كان عندك الموان لانفيني ديال اكس كاري مثلا شنو هو، راه هو علاش، لان هاد المربع راه كيحيد لي كيحيد لي الناقص، كتب لي زائد ما لا نهايه. عطاك بحال مثلا هاد اكس اس 3 راه هو اي حاجه كنرفعها لما لا نهايه راه ما لا نهايه. هنايا ما لا نهايه علاش غتعطيني موان، لان عندك هنايا اكس في اكس في اكس، عندك ناقص وناقص وناقص، غتعطيك ناقص. الى عطاك القيمة المطلقة هذه كتعني قيمة مطلقة، يعني الى كانت سالبة كترجع، يعني ضروري هذا الخارج يكون عندك موجب. الى كان اكس بلس لانفيني كتعطيني بلس لانفيني. هنايا ليميت ديال اكس اكس القيمة المطلقة دائما كترجع موجبة، يعني واخا تكون موال لانفيني كترجع لنا بلس لانفيني. صافي هادو تعقل عليهم بلس لانفيني او جوج بحال كتقول لي انت واحد العدد كبير دير له الاسرة غيعطيك بلس لانفيني. اجي دابا نشوف هاد واحد دائما عقلوا عليه، فيما تكون عندكم هاد الصيغة ديال واحد على اكس، الا كان هذا اكس على واحد نقسمه على واحد العدد كبير، الا شديتي مثلا غير واحد على 100 قسمتي واحد على 100 شنو غتعطيك 001 ياك، الا قسمتي واحد على 1000 000 الا قسمتي، وتخيل انك تقسم على واحد كبير عدد كبير غيعطيك عليه صفر بلس. شنو هو صفر؟ صفر بلس يعني بالفصيله زائد بالفصيله. نفس الشيء هنايا بالنسبه للموالين فين غيعطيك حتى هو صفر فاصله صفر، ولكن في كوتين نيجاتيف يعني صفر ناقص، يعني قريب صفر ماشي صفر، صفر قريب للنيجاتيف شون نيجاتيف. الوغ هنايا كذلك واحد على اكس كتساوي لنا الى قسمنا الى كانت اكس تقارب صفر يعني قريبه للصفر بلس بحال هكا، ماشي صفر ولكن صفر بلس صفر فاصل. دونك نتوما شدوا غتشدوا واحد وتقسموا على صفر 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 صفر, صفر, صفر واحد كيعطيك واحد العدد كبير. اي عدد خديتي واحد مثلا وقسمتي على كما كنقول صفر صفر واحد عطاك واحد ل 001 عطاك 100 001 عطاك 1000 001 عطاك 10000 غادي. وتخيل انت انك غادي وانت كتطلع هاد هاد العدد 0000 غيعطيك واحد الوقت غيعطيك حتى لما لا نهايه، راه هو العكس ديال هاد الدول هذا. وخلاص دير الجذر اكس عطاك هي بلس لانفيني، هنايا كذلك حتى هنا غتعطيك بلس بلس لانفيني. دونك هنا كذلك هذا الليميت ديال ا اكس زائد بي كتعطينا هي بلس لانفيني، يعني الا كان اكس موجب هذه الداله التالف الى عقلتي، الداله التالف الليميت ديالها الا كان ا موجب راه هو بلس لانفيني. كان ا هنا بحال مثلا في الموال لانفيني شنو غتعطيك هي موال لانفيني بشرط ان ا كيخالف عفوا اكبر من صفر. نجيو لهنايا الا كان دابا حنا خدينا الا كان ا كبر من صفر، دابا هنا الا كان ا صغار من صفر يعني مي غدر انت في مالي هنا في واحد عدد سالب غتعطيك موال لانفيني. صافي غتعطيك هنا موال لانفيني، والعكس هنايا موال لانفيني مي غدر انت في واحد عدد ناقص 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 يعطيك الزائد هو بلس لانفيني. فقد هما الاخوان بالنسبه لنهاية الدواء التالفيه هادو هما اللي يقدر يحطوا لكم، يعطيكم بحال مثلا هاد ليميكس اكس كاري يقول لك شنو عندما اكس يؤول الى لانفيني شحال هو ديالها. ديما عوض نتايا عوض هاد القيمة ديال بلس لانفيني عوضها في اكس كاري، ودير بالك على ان بلس لانفيني واحد العدد كبير. سي بون دونك هادو هما الاخوان اخوات فيما يخص نهاية الدوال التالفية.